استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بشأن التقصي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بعد تداول أنباء عن إصابة هذه الحالات بعد عودتها من مصر. وأشار التقرير إلى أن نتائج التقصي أسفرت عن أنه لم يتم تأكيد إصابة السائحين الفرنسيين إلا بعد مرور 12 يوما من دخولهم فرنسا، بالإضافة إلى عدم ظهور أي أعراض مرضية على المخالطين للوفد السياحي في الأماكن التي تمت زيارتها في كل من القاهرة، الأقصر وأسوان حتى تاريخ التقرير، فضلا عن عدم ملاحظة أي زيادة في أعداد أو معدلات حالات الأمراض التنفسية الحادة بالأقصر أو أسوان.